كيس نمبرك كو سوهاري كيس نمبرك تصارو كلا أفريكا وحي شي لباتن يسدح كوني أفر بقول يان رحنا سوما لباتن يسدح كوني أفر بقول أو سيلكتيس أيها شي كبا سوقات كيس نمبرك أغو مركا كبا سوقات وحاوا 80,000 ما فيرين يسي مركا كنتم كي كن كنتم يشانتي كن يقف إنات كور مرتي ترى أدو فر بدن ما فيرين يسي وحاد فيرين يسا وكليا إنت أفريكان أه أي أديك كادم بيسا أياد فيرين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسحابي سويدو وادا وانيك أساقا هاي اياد بريه هوري 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 اسجراني سين سانادة هوران ادينكو قدن بيسي رونتين ماشي ادينكو عدلي انتو ادينكو ياري ماشي ايسو سبسكراب غرايا فيديو ايسو لا غرايا اليد جوغا انا ادين داي حدانا رونتي ماشي ايان ادين كاقر دونتي لو مشاكل انا ماهان وقت ابن آدم سواي أرنبا كالجي سي ترا ان سوماليدو أرنبا كالجي اي ترا سوماليدو مرك إيجار الله هذا أصحابي إن الكومنت يعني استعمال جرنتي ميدو ميل يعني كسر هذه كان هذا إيجار الله هذا درين واحد درين تاني أفوف هذا درين تان لكن بهالك حتى أوكل لقنا يا حيال يوحى بس يا رجلي إن حلا بيكو أبي جري كاميرا ده مرك رالله هذا إن شاء الله ديرا نسكسون قنينا إن رنتينا مرك عن إذا عادي أهاتو عن سو تفحي تربا إن شاء الله ديلان برهم شكل دوانا ربنا أنا كاظم إن شاء الله ديلان مو إن رنتي وحن حوق سعر جرني إن برهم شو لحد في سياشة ود في سياشة ود ماذا رجل البيت كسيد اللي هو يماذو وجوهري مرك وجوهري كاظلي إن دي في برنامج كام جرين كارلور ريجا برهمش كسيام حن ربا مانتا إن شاء الله ديلان مو إن أرن كوسا بسن عم بداميو إن شاء الله ديلان مو واحد كغشيغو إن أنا كهل برامج كصدى إن خذك السجع أو حاك يعني سؤال بضن وده ديجي سوي دين ما يلب بضن الله كهل لو دي في برنامج كأما جرين كان لو روح كستوى ضد قانو وأنا أركين دسكاشن بضن وكسر الله وأنا حتى سو أشاسنا سفع لو جت شوي إن وحاك مده كيس نمبر كحاك مده مركي هذا أنت طلب لايك ريسيتو كيس نمبر وينو كلو كوسو بحو أما كيس نمبر يرو كلو كوسو بحو سيدينكو جاينا يا إنه كيس كيو كارنت نقنايو كارنت وحالي لا قفك انترفيو لا بلاميو وهوشيز بلاباتو أو شقادي لا بلابا أيضا أهد إن سيدينكو أغانا يا معقول متهي كيس نمبر وين هدو يسو بحو مركان حريستو سلكتي دا نقضو إن رجم لا يهي وحنو عاسا إن دادكا يو ودمدا سيدين لو كلاسان كريا أفريكو كلي إن عنام حالا ميقا قفا أوسو بحضو وميقا قفا لوغو تلقالي الدنيا دا برامش كان سيدين لوغو قيمية أمر لوغو قيبية إن وحيابة كلا دوان إن شاء الله دي لانمو أيان إن شاء الله دي لانمو رمنا إنان كهذا لنا ما أنتا تاوانو إن هذا السؤال إقسو ويديدان فيديو غان إن شاء الله دي لانمو حانسكو دي دوان إن سؤالها سكتشوها بين ذا الكريم أوكي ماركو حانكو هرمال إنا هرتا إن دادا وحيه لان كيس نمبر وين أيه لان صالو كلا ساند كان وحاه لان دادو حاجر 80,000 94,000 100,000 100 and something إن أنت أنا أوجي أنا أقول منها إن أنا حسوسته بقول كل مدة في كرين برامج كيسس كيسو قفا وحال سي بقول يأفر كون على سي مركا كيس كاسو كله هتشم ليه هاي إن سدال لو حسابي يا سدال لو قياسا إنه هتشل يا قفك إن كله إن وحيوان عسان كذا بدون إن شاء الله ديلان إن كيس نمبر كلوسيو وحي كحير أنت هاي قاردة أم ماشاء تكونوشة قاردة أم ريجنكا ماشاء تكونوشة إن أنا محلها قارض والبنا ده كسوة عادو أما ريتشن والبنا ريتشن يسألوه قيبيا إن ريتشن والبنا ده كسوة عادو إن وحان جرى فورمولا وحل إسكا سمية مجرى فورمولا وحان جرى لسمية وفورمولا هاس الوصو سارة واللي رادا فورمولا هاس مركا الله فيريو إن أنا محلها هاي أفريكا داد نتاس لها كسوة عادو إن إيشا إن داد نتاس لها كسوة عادو إن يوروب تدن تطلق ياك سوى هذا دادك ساسا لوقا قيب يعني فهم إيسان إن مركا فورمولا هس مركا اللي قيليو أيا قاردي وحا أصوى بحا تصالو كلي قارد مركا دا وحا لحس حسابيو كلي ساند كان وحا للي أفريكا وحا اللي ذا هاي أو قسم آن أو لي ذا هاي تيرا كلو لباتني سدح كن أفر بقول لباتني سدح كن أفر بقول تيرا ميلاها سودو أيا علشان لي ذا هاي اللي ان تراس مركم حلوص وصار محاس سامين كله وحسامين كله تدك قارد كنولي انت اليهين وحسامين كله صاروا كلا دات تراد تدك ايش كنول
iyo dadka macnaha maxaa afrika ku nool, waad ogaanka waad arki karaysaa asia inay dad aada u fara badan ay leedahay, oo calashaan mujtamac aada u badan, hindiya china waxaasoo dhan ay ku nool yihiin. Haddana waxaa loo fiirinayaa shanti markii dadka iyo la fiiriyo, macnaha maxaa tiradooda marka la fiiriyo oo tiradii loogu qaybiyo, ayaa haddana waxaa la fiirinayaa qaarad walba dadka ka yimid Mareykanka shantii sano ee lasoo dhaafay. Marka sidaa loo fiiriyo ayaa iyagii haddana wax laga sii jarayaa, oo qaaradda oo ugu dadka yar ayaa loogu sii darayaa. Marka hore waxaa loo fiiriyey regionka iyo dadkiisu intay leegihiin ku nool, soo maaha? Kadib haddana waxaa loo sii fiirinayaa dadka regionkaas ka yimid asia, dadka ka yimaadee Mareykanka ka yimaada aada ayuu u farabadan yihiin, waana sababta ay dad yar yihiin. Marka dv programka loo eego, dv-gu waa diversity visa, waa barnaamij loogu talagalay in lagu keeno Mareykanka qaaradaha adduunyada dadka yar ay Mareykanka ka yimaadaan, si dadkii iyo kala duwanaashahoodii loo badiyo. Marka formulada waxaasoo dhan ayaa ku jira, qaarada iyo dadka hore, marka hore dadka ku nool asia oo kale dad badanaa ku nool, soo maaha? Qismo badanay helayaan. Kadib waxaa la fiirinayaa oo aada u sii saameynaya oo basic ah, dadka asiaanka ah ee ka yimaada macnaha maxaa laha Mareykanka ka yimaada aada ayuu badan yihiin, marka way iska yaraadaan. Kaysna markaa kuusoo haray, kaysna marka tusaaloo kale afrika waxay heshay 23,400 ayaan dhahna, soo maaha? 23,400 oo selectis ayay heshay, kaba soo qaad. Kaysna markaagu marka kaba soo qaad waxaa waa 80,000. Ma fiirinaysa marka kontan iyo shantii kun ee qof inaad ka kor martay tiro aada u fara badan ma fiirinaysid. Waxaad fiirinaysaa oo keliya inta afrikaan ah ee adiga kaa dambeysa ayaad fiirinaysaa. Bal ka waran haddii aadba tahayba afrika, kaiska ugu horeeya haddii aad tahay oo 80,000 uu yahay, qismadii kusoo aadayna 23,400 ay ahayd. Marka adiga dadka kaa dambeeya ma fiirinaysid, sida haddaad 80,000 ahayd ma fiirinaysid nambarka 79-aad, 78-aad, tiradaas ma fiirinaysid. Waxaad fiirinaysaa inta afrikaanka kale ah ee nambar ka yaryar haysata. Marka ay ahayd 23,400, marka ay ahayd 23,400 oo qof, makaa hooseydaa? Rajadaasu taasi ku xiran tahay. Informationkaasna waxaa si fiican loo ogaanayaa August ilaa July ayaa la ogaanayaa, hadda bil unbaa naga xigta. Markaasaa warbixinta la aruurinayaa, kadibna insha allah hadii la idmo warbixintaas markaas ayay soo baxaysaa. Marka muhiim ma aha nambarkaagu inta uu dheeg yahay, waxaa muhiim ah inta afrikaan ah ee kaa dambeysa haddii aad tahay Soomaali, haddii aad tahay. Dadka qaar waxay ku murmaan oo macnaha maxaa laahi ay shaki geliyaan, tusaale oo kale Ethiopia kale waxaa la sameeyey, waa la xadidaa oo 10,000 miya selectisa ka badan kama soo bixi karaan, wax noocaasa la yidhaha. Sababta saas loo sameeyey ma aha inay calashaan ayagu dad gooni la siiyo, dad gooniyo ay Mareykanka ku imaanayaan maaha. Waxaa badan dadkooda applicantskooda fara badan. Marka applicantskooda maadaama ay farabateen, waa la xadido, waxaa lii intas badan kama soo bixi karto. Laakiin rajada qofka kama soo bixi kartana waxaa loo jeedaa selected ma noqon karayso. Laakiin qofka Soomaaliga ah ama Jabuutiyaanka ah iyo qofka Ethiopiyaanka ah, fursad ahaan baalka inay ku guuleystaan oo fiisaha maraan waa isugu mid 23,400 guud ee ku macnaha maxaa lahaa ay afrika loogu talagalay inay Mareykanka ugu yimaadaan, waa isugu mid. Afrika regionkaas dadka ku nool, tirada dadka waa isaga mid. Tiro Masar la siiyo ma jirto, Masar oo kale waa jirtaa in calashaan la geliyo kaaba la yiraahdaa, ama macnaha maxaa lahaa wax gooniya oo la geliyo oo la xadido xadidaad. Tusaale oo kale kaabka kale oo la geliyo waxaa kamid a adduunyada 7% wax ka badan kama imaan karaan Mareykanka barnaamijka dv-ga. Taas ruuxeedu kama dhigayso in laleeyahay calashaan waddan kasta wuxuu leeyahay 7% maaha, laakiin waa xadidaad un oo wadamada qaara aada u apply garaysto. Wadamada xadidaada la geliyo waxaa kamida Ghana oo kala kamida dadkeeda oo dhan way xareystaan. Egyptia kamida, tusaale oo kale waxaa kamida Ethiopiaanka kamida way soo wada xareystaan. Laakiin Soomaalida kaab lama gelinayo, waayo anigu u maleymaayo waa la geli doonaa, waayo Soomaalidu hadda aada ayay u badatay soo xariisanayso barnaamijka, soo apply garaysanayso. Marka waxaa laga yaabaa in la yiraahdo inaad ku arki doontaan mar dhow Soomaali lama ogolaanayo inay selectees noqdaan 23,000 ka badan, ama
waxa selected ayaa laga hadlayaa soomaa oo calaashan 23 kun ee qof 23 kun ee qof hadii 10 kamida 10 kun oo kamida oo Soomaaliya ay selectees noqoto case yarna ay hesho oo cases ka Afrika ku ugu hooseeya ay hesho ka war fursadii wadamada kale ayaa meesha ka baxaysa soomaa ama diversity barnaamijka loogu talagalay meesha ka baxay ee horta waan fahmayaa in complicated tahay oo xogo adag tahay barnaamijkan ee ay waxa hadda aan ka hadlayo sharxitaankooda laakiin su'aal su'aal aan uga jawaabi doonaa insha Allah hadii la idmo marka asxaabay sidaas waaye wadamada qaar waxaa la geliyaa xadidaada la geliyaa sababta loo gelinayo waxaa waaye in fursadda Afrika ee 23,400 inay hal wadan wada qaato oo selected ay wada noqdaan Itoobiyaanku kale dad aad u fara badan waa intaas oo milyan waaye haddii ayagi dhan soo wada xareystaan oo ay 23,000 oo ayaga kamid ay selected noqdaan case hoosana ay helaan soomaahan calaashan fursadii wadamada kale afrikaanka soomaashka ma baxayso soomaaliya dhan haday soo xareysato oo majority-ga cases-ki afrika ay ugu qaataan soo fursadii wadamada kale afrikaanka meesha kama baxayso marka saas ayaa xadiyad loo geliyaa moogiye adiga oo soomaaliya iyo qofka etiopiyaanka qofka masaarida ah isku fursad ayaa tihiin way fahanteen aan filayaa insha Allah su'aalo kale hadii aad qabtaan waa ka jawaabi doonaa biidnaal kariim waa isku soo noqon doonaa videos badan aan soo dhigi doonaa insha Allah hadii la idmo hadii la idinka helo hadii aad channel-ka shaxshax ka dhigtaan oo dhiirigelinta la idinka helo oo aad insha Allah hadii aad video si share gareysaan oo la gareysaan oo commentiga iyo su'aalaha aad soo faraqdaan insha Allah hadii la idmo YouTube channel-kana asxaabta sidoo kale saasoo kale ka soo dhigi insha Allah hadii la idmo khair baan idin dhaafay hadii aad hadde culays badan oo hadda fara badan ima haysto marka hadii aad macnaha maxaa lahay baahi aan arko insha Allah hadii la idmo waxaan samayn doonaa inaan videos fara badan soo sameeyo haddaan maalinle soo sameyn labadii maalinba mid aan soo sameeyo barnaamijyo kale hadii aad taqaanaan oo aad doonaysaan barnaamij hebel inaad warbixin ka hesho sidoo kale waxaad samayn karaysaa waad ii soo sheegi karaysaa commentiga ugu soo mention garay karaysaa ama whatsappka ayaad iigu soo sheegi karaysaa ama YouTube channel kii Facebook page wax meel kastaad kasoo samayn karaysaa insha Allah hadii la idmo commentskiina waa akhri doonaa qayb baan idin dhaafay warkii aan idinku badin insha Allah video-gan hal wada dhameysto khair assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.